بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكم أعزائي الطلاب والطالبات في درسنا الذي نقدمه لطلاب المرحلة الثانوية المسار الطبيعي في مقرر الفيزياء 3. راح يكون موضوعنا اليوم بإذن الله مراجعة لموضوع الحيود ومحزوزات الحيود وقوة تمييز العدسات. تعلمنا فيما سبق أعزائي الطلاب، وسوف نقوم بمراجعة هذه الموضوعات، كيف توضح تشكل أنماط الحيود بواسطة محزوزات الحيود، وأيضا تصف كيفية استخدام محزوزات الحيود في المطياف، وتناقش كيف يحد الحيود من المقدرة على التمييز بين جسمين متقاربين جدا بواسطة عدسة. هذا ما تعلمناه أعزائي الطلاب والطالبات من خلال دراستنا، وبإذن الله سوف نقوم بمراجعة هذه الموضوعات. ماذا تلاحظون أعزائي الطلاب في هذه الصورة الظاهرة أمامكم؟ صورة لزجاج قد تحطم، ونتيجة انعكاس الضوء عنه ظهر لنا ألوان الطيف. أيضا في هذه الصورة ماذا تلاحظون؟ بسبب انعكاس الضوء عن هذا القرص المدمج ظهر لنا ألوان الطيف، وهذا بسبب ماذا؟ هذا بسبب الحيود. ما هو الحيود أعزائي الطلاب؟ ما هو الحيود؟ من خلال دراستنا السابقة، من خلال ما درست أن مقدمات الموجات الضوئية المنتظمة تنحني حول الحواف، حول حواف فتحة موجودة في حاجز. أثناء نفاذها من خلال هذه الفتحة يحدث لها ماذا؟ يحدث لها حيود حول الجانبين، يحدث لها ماذا؟ حيود حول الحافتين. وهذا بسبب ماذا؟ ما هو تفسير هذه الظاهرة؟ هذه الظاهرة تفسر وفقا لمبدأ هيجنز. مبدأ هيجنز أن كل نقطة على مقدمة هذه الموجة سوف تكون مصدر لموجات أخرى، فيتكون لنا موجات صغيرة جدا تنتشر في كلا الجانبين، سميت بمويجات هيجنز. فيتشكل لدينا هنا أمام هذا الحاجز وعلى الحاجز أو على الشاشة التي يسقط عليها هذا الشعاع، يتكون لدينا نمط يسمى بنمط الحيود، وهو نمط يتكون على شاشة نتيجة للتداخل البناء والهدام لهذه المويجات التي كما قلنا تسمى بمويجات هيجنز. إذن الحيود هو ماذا؟ الحيود هو انحناء مقدمات الموجات الضوئية حول حواف فتحة في حاجز أثناء نفاذها من خلال هذه الفتحة. فعندما يمر الضوء الأزرق المترابط من خلال شق صغير عرضه يكون أكبر من الطول الموجي للضوء، هنا يؤدي إلى أن الضوء يحيد عن كلتا الحافتين، وتتكون لدينا كما في هذه الصورة سلسلة من الأهداب المضيئة والمعتمة. الأهداب المضيئة نتيجة للتداخل البناء، والمعتمة نتيجة للتداخل الهدام كما في هذا الشكل. وكما تلاحظون أعزائي الطلاب، عندما نقارن بين هذا النمط والنمط الذي تحدثنا عنه في تجربة شق يونغ، فنلاحظ هنا أنه بدل من تكون أنماط تفصلها مسافات متساوية كتلك التي تكونت من شق يونغ، هنا نلاحظ أن ماذا؟ أنه تكون لدينا هدب مركزي عريض ومضيء مع أهداب أقل سمكا وأقل إضاءة على كلا الجانبين، ويزداد ماذا؟ ويزداد عرض الحزمة المركزية المضيئة عندما نستخدم الضوء الأحمر بدلا من الضوء الأزرق، وعند استخدام الضوء الأبيض يتشكل لنا كما في هذه الصورة كما في هذا النمط، يكون النمط عبارة عن مزيج من ماذا؟ من ألوان الطيف جميعا. بهذا الشكل يكون بالنسبة للضوء الأحمر يكون عرض الهدب المركزي يكون أكبر سمكا من اللون الأخضر واللون الأزرق. كلما كان الطول الموجي أكبر كلما كان ماذا؟ كلما كان عرض الهدب المركزي أكبر. فهناك علاقة بين النمط المتكون والطول الموجي للضوء المستخدم. إذن نمط الحيود هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن نمط يتكون على الشاشة ينتج عن تداخل بناء فتنتج لنا أهداب مضيئة، وتداخل هدام فتنتج لنا
طبعا أهداب مظلمة، وهي المسافة الفاصلة بين هذه الأهداب المضيئة. وهذا التداخل البناء والهدام يحدث لمويجات هيجنز التي تحيد عن كلتا الحافتين عند مرور الضوء من خلال شق موجود في حاجز ما، فيحدث لهذه المويجات تداخل بناء وهدام مشكلة لنا نمط من الحيود. كما تلاحظون أعزائي الطلاب في هذا الشكل، هذا الشكل يمثل رسم تحليلي للهدب المعتم الأول، ويكون بعد الشق هنا عن بعد الشق عن الشاشة مقداره L، ويكون أكبر بكثير من عرض ماذا؟ أكبر بكثير من عرض هذا الشق. فقد أمكن تطوير معادلة لنمط الحيود الذي ينتج بواسطة شق أحادي كما في هذه الصورة باستخدام التبسيط نفسه الذي تم استخدامه في تجربة الشق المزدوج، بافتراض أن البعد هنا عن الشاشة البعد أكبر بكثير من ماذا؟ أكبر بكثير من عرض هذا الشق. كان من الصعب بمكان إيجاد هذه المسافة وقياس هذه المسافة من مركز الحزمة المركزية المضيئة إلى ماذا؟ إلى الحزمة المعتمة الأولى، والطريقة المثلى حتى نحسب هذه المسافة X1 هي حساب عرض الحزمة المضيئة. هنا عرض الحزمة المضيئة في حيود الشق المفرد يساوي حاصل ضرب ضعف الطول الموجي مضروبا في البعد مقسوما على عرض الشق. والمسافة هنا بين الهدب المركزي المضيء والأهداب المعتمة يساوي حاصل ماذا؟ يساوي حاصل ضرب الطول الموجي مضروبا في البعد عن الشاشة مقسوما على عرض الشق. إذا تم اختصار العدد 2 لأجل حساب المسافة بين الهدب المركزي المضيء والأهداب المعتمة. من خلال هذه المعادلة يمكننا حساب هذه المسافة، وهي تساوي حاصل ضرب الطول الموجي في البعد مقسوما على عرض الشق. فهنا يقدم حيود الشق الأحادي تصورا واضحا للطبيعة الموجية عندما يتراوح عرض الشق ما بين 10 إلى 100 ضعف الطول الموجي. أما إذا كانت الفتحات أكبر من ذلك فهنا تكون لنا ظلالا حادة. وقد كان العالم إسحاق نيوتن هو أول من لاحظ ذلك، في حين يعتمد نمط كما تلاحظون يعتمد نمط الشق الأحادي على ماذا؟ على الطول الموجي. يعتمد نمط الشق الأحادي على الطول الموجي للضوء كما ذكرنا قبل قليل. كلما كان الطول الموجي أكبر كلما كان عرض الهدب المركزي أكبر، فهو للأحمر أكبر منه للضوء الأزرق. وهنا كما تلاحظون الحيود يزودنا بأداة فعالة لقياس الطول ماذا؟ لقياس الطول الموجي عند استخدام عدد كبير من الشقوق بطبعا جانب بعضها البعض كما سوف نتحدث عن ذلك في محزوزات الحيود. لدينا هذه المسألة، يختلف عرض الهدب المركزي المضيء باختلاف لون الضوء، فهو للأحمر أكبر منه للأزرق. هل هذه عبارة صحيحة أم عبارة خاطئة؟ هل يختلف عرض الهدب المركزي المضيء باختلاف الضوء؟ هذه عبارة صحيحة. كما قلنا الطول الموجي مرتبط بنمط الحيود المتكون، فهو للضوء الأحمر أكبر منه للضوء الأزرق. الأهداب المعتمة على الشاشة نتيجة لتداخل هدام لأزواج من مويجات هيجنز، هل هذه عبارة صحيحة أم عبارة خاطئة؟ هذه بالطبع عبارة صحيحة. التداخل الهدام للمويجات هيجنز ينتج لنا أهدابا مضيئة وأهدابا معتمة، بينما التداخل البناء ينتج لنا أهدابا مضيئة. إذن هذه تعتبر عبارة صحيحة. لدينا هذه المسألة تطبيقا على حيود الشق المفرد أو الأحادي. في هذه المسألة شق مفرد عرضه 295 من 10,000 ملي متر، إذن أعطانا أولا عرض هذا الشق، سقط عليه ضوء أصفر فظهر نمط على شاشة تبعد عنه مسافة 600 ملي متر، إذن أعطانا ماذا؟ أعطانا بعد الشاشة L.
فإذا كان عرض الهدب المركزي المضي 24 ملم إذن أعطانا هنا 2x. 2x كما قلنا هي عرض الهدب المركزي المضي. فما هو الطول الموجي؟ إذن يريد لمدة. إذن يريد لمدة. المعادلة هي كالتالي: 2x تساوي 2 لمدة أو ضعف الطول الموجي مضروبا في L بعد الشاشة مقسوما على عرض هذا الشق. هو يريد ماذا؟ هو يريد لمدة. إذن بضرب الطرفين في الوسطين نحصل على هذه المعادلة: لمدة تساوي ماذا؟ 2x مضروبا في W وهي عرض الشق مقسوما على 2L. هنا لا نستطيع أن نختصر التو مع التو. لماذا؟ لأن 2x هي تمثل عرض الهدب المركزي 24 مليمتر. فنقوم الآن بالتعويض. 2x كما قلنا هي عرض الهدب المركزي 24 ضرب 10 سالب 3، طبعا حولناها إلى متر بالضرب في 10 سالب 3 مضروبا في عرض الشق 295 من 10000 مليمتر، ضربناها أيضا في 10 سالب 3 للتحويل إلى متر مقسوما على 2L. 2 مضروبة في L وهي بعد الشاشة 600 ضرب 10 سالب 3. فبإجراء هذه العملية الحسابية من خلال الآلة الحاسبة يكون الناتج 590 ضرب 10 سالب 9 متر. طبعا هذا يعني ماذا؟ يعني أن الطول الموجي يساوي 590 نانو متر. إذا كما تلاحظون أعزائي الطلاب، هيود الشق الأحادي أعطانا تصور واضح للطبيعة الموجية، وأمكن من خلال هذه التجربة قياس الطول الموجي. وسوف يصبح الحيود أداة فعالة لقياس الطول الموجي عند استخدام عدد كبير من الشقوق كما في المحزوز. لدينا هذا السؤال: يزودنا الحيود بأداة فعالة لقياس الطول الموجي بشرط استخدام عدد كبير من الشقوق معا. هل هذه عبارة صحيحة أم عبارة خاطئة؟ بالتأكيد هذه عبارة صحيحة. الآن سوف نتكلم ونتحدث عن محزوزات الحيود. كما درست عزيزي الطالب أن تداخل الشق المزدوج وحيود الشق المفرد يعتمد على الطول الموجي للضوء المستخدم، لذا فإننا بحاجة لقياسات تكون أكثر دقة للطول الموجي. من أجل ذلك سوف نستخدم ما يسمى بمحزوزات الحيود كما في هذه الصورة، وهي عبارة عن أداة مكونة من شقوق عدة مفردة كما تلاحظون تسبب حيود للضوء وتكون لنا نمط حيود ناتج عن تراكب عدة أنماط متكونة، هذه الأنماط من حيود شق مفرد. ويمكن أن يتكون محزوز الحيود من ما يقارب 10000 شق لكل سنتيمتر، لذلك فإن المسافة هنا بين هذه الشقوق تكون صغيرة جدا، تتراوح من ميكرومتر إلى 100 أو 1000 نانو متر. وهناك أنواع أعزائي الطلاب من محزوزات الحيود، منها ما يسمى بمحزوزات النفاذ، وهي محزوزات مصنوعة عن طريق عمل خدوش على زجاج منفذ للضوء، ومنها ما يكون أيضا ما يسمى بطبق الأصل، وهذا كما قلنا يصنع بضغط صفيحة رقيقة من البلاستيك على المحزوز الزجاجي فيتكون لنا محزوز طبق الأصل من المحزوز الزجاجي أو النفاذ. أيضا لدينا نوع آخر كما في هذه الصورة، صورة للأقراص المدمجة، فهذه أيضا تعطينا نمط من الحيود، وهذا النوع من المحزوزات يسمى بمحزوز انعكاس، وهذا يصنع عن طريق ماذا؟ حفر خطوط رفيعة جدا على سطح طبقة ماذا؟ معدنية أو زجاجة عاكس، فتكون لنا أيضا طيف ماذا؟ طيف الحيود كما في هذه الصورة. لدينا هذا السؤال: املأ الفراغ. من أنواع محزوزات الحيود أولا ماذا؟ كما قلنا محزوز النفاذ وهو مصنوع من الزجاج، ومحزوز طبق الأصل يكون مصنوع من البلاستيك وهو الأقل تكلفة، ومحزوز ماذا؟ محزوز الانعكاس. محزوز ماذا؟ الانعكاس. السؤال الثاني: محزوز فراغ يصنع بعمل خدوش على زجاج منفذ للضوء. محزوز
فراغ يصنع بعمل خدوش على زجاج منفذ للضوء كما قلنا، وهو يعتبر ماذا؟ أكثر تكلفة، وعادة المجوهرات تكون مصنوعة بهذه الطريقة، بحيث عندما يسقط عليها الضوء تكون لنا ماذا؟ تكون لنا أطيافا ضوئية. فهذا النوع من المحزوزات يسمى بمحزوز ماذا؟ يسمى بمحزوز النفاذ. إذا محزوز النفاذ يعمل أو يصنع بعمل خدوش على زجاج منفذ للضوء. السؤال الثالث، النوع الأقل تكلفة من محزوزات الحيود ما هو؟ هو ماذا؟ محزوز طبق الأصل. السؤال الرابع، محزوز فراغ يصنع بحفر خطوط رفيعة جدا على سطوح طبقة معدنية أو زجاج عاكس، ما هو هذا النوع من المحزوزات؟ هو محزوز الانعكاس كما في الأقراص المدمجة. ويمكن استخدام محزوزات الحيود من خلال جهاز يسمى بجهاز المطياف، فهو يستخدم لقياس الطول الموجي كما في هذه الصورة. يتم تمرير الأشعة الضوئية من خلال شق، ويتم تجميعها من خلال مجمع، فتسقط على محزوز الحيود منتجة لنا أهدابا مضيئة تفصلها مسافات معينة، بزوايا معينة، يتم من خلالها قياس الطول الموجي. فقياس الطول الموجي للضوء هنا يساوي ماذا؟ يساوي المسافة الفاصلة بين هذه الشقوق مضروبا في جيب الزاوية التي يتكون عندها الهدب المضيء ذو الرتبة الأولى. إذا اللمدة وهي الطول الموجي للضوء المستخدم هنا يساوي المسافة الفاصلة بين الشقوق في هذا المحزوز مضروبا في ماذا؟ مضروبا في جيب الزاوية التي تتكون عندها ويتكون عندها الهدب المضيء ذو الرتبة الأولى. ويمكن قياس هذه الزاوية من خلال تلسكوب المطياف، ومن خلال ماذا؟ ومن خلال هذا الجهاز يمكن تحديد هذه الزاوية. وأيضا يحدث التداخل البناء بواسطة محزوزات الحيود عند زوايا على جانبي ماذا؟ على جانبي الهدب المركزي المضيء، ويعبر عنه من خلال هذه المعادلة M في لامدا تساوي D ساين ثيتا M، وهي الرتبة. الرتبة لهذا الهدب إما تكون صفر بالنسبة للهدب الهدب المضيء المركزي، وتكون ماذا؟ الرتبة تساوي أو M تساوي واحد لماذا؟ للرتبة الأولى، وهكذا. إذن بهذه الطريقة يمكن إيجاد ماذا؟ الطول الموجي وقياس الطول الموجي بواسطة محزوزات الحيود، لأنه كلما كان عدد الشقوق أكثر كلما كان هناك دقة في قياس الطول الموجي، وتكون هناك أيضا من خلال المطياف دقة أكبر بالنسبة لقياس المسافة بين هذه الأهداب المضيئة. لدينا هذا السؤال، يستخدم جهاز المطياف لقياس الأطوال الموجية للضوء المنبعث من مصدر ضوئي، هل هذه عبارة صحيحة؟ يستخدم جهاز المطياف لقياس الأطوال الموجية للضوء المنبعث من مصدر ضوئي، عبارة ماذا؟ عبارة صحيحة. كما قلنا المطياف يستخدم لقياس الطول الموجي من خلال تمرير شعاع ضوئي من خلال محزوز، فتتكون لنا أهداب مضيئة. يمكن قياس المسافة بين الأهداب المضيئة باستخدام المطياف بدقة كبيرة، ومن خلال المعادلة التي ذكرناها قبل قليل يمكن قياس الطول الموجي. لدينا هذه المسألة، أسقط طالب شعاع ضوئي من مصدر ضوئي أخضر اللون على قرص DVD ولاحظ انعكاس ثلاث مناطق، ثلاث ماذا؟ ثلاث مناطق مضيئة على جدار، هذا الجدار يبعد مسافة مقدارها 1.25. فإذا كان الطول الموجي للضوء، إذا أعطانا لمدة 532 نانومتر، وجد الطالب أن الفراقات بين هذه المناطق 1.29 متر، فما مقدار التباعد بين الفراقات الموجودة على هذا القرص التي كونت لنا هذا النمط من الحيود؟ ما مقدار التباعد؟ كما قلنا قبل قليل لامدا تساوي دي في ساين ثيتا، الطول الموجي لهذا الضوء يساوي دي وهي الفراقات أو التباعد بين هذه الخطوط أو الشقوق الموجودة على هذا القرص مضروبا في جيب الزاوية بين هذه المناطق التي كونت لنا هذه الأهداب المضيئة.
نحن نريد ماذا؟ نريد مقدار التباعد، نريد مقدار الدي. في هذه المعادلة الطول الموجي معلوم، لمدة معلوم، ولكن الزاوية غير معلومة، فنحتاج أن نوجد الزاوية من خلال هذه المعادلة. تان ثيتا تساوي إكس على إل. تان ثيتا هي ماذا؟ هي المقابل على المجاور. هنا المقابل هي المسافة بين المنطقة الأولى والمنطقة الثانية التي كونت لنا هذه الأهداب، وإل وهي بعد الشاشة وتمثل طول هذا المسار الذي يعتبر بالنسبة لهذه الزاوية يعتبر المجاور. إذن تان الزاوية يساوي المقابل على المجاور، فنقوم بالتعويض. نحن نريد ثيتا، إذن ثيتا تساوي معكوس التان للمقابل على المجاور X على L. نقوم بالتعويض، معكوس التان لماذا؟ الـ X مقدارها ماذا؟ هي المسافة بين ماذا؟ هي المسافة ما بين هذه المناطق ومقدارها 1.29. إذن X 1.29 مقسوما على ماذا؟ مقسوما على L، وهي بعد القرص أو بعد الجدار عن القرص، مقدارها 1.25. فنقوم بالتعويض، نجد أن الزاوية مقدارها 45.9 درجة. الآن نقوم بالتعويض في هذا القانون، أصبح هذا القانون جاهز للاستخدام. دي تساوي ماذا؟ دي تساوي لمدة على ساين ثيتا. الطول الموجي معطى لدينا 532 نانومتر، والثيتا أوجدناها. إذن نقوم بالتعويض، 532 في 10 سالب 9 مقسوما على ساين ماذا؟ 45.9 درجة، فيكون الناتج مقداره 741 ضرب 10 سالب 9، أي أن مقدار التباعد 741 نانومتر. إذن بهذه الطريقة أوجدنا مقدار التباعد بين هذه الفراقات على قرص الدي في دي. كما تعلمون أعزائي الطلاب، العدسات في المنظار والمجهر والعين تعد ماذا؟ تعد ثقب يسمح للضوء بالمرور من خلاله، وتسبب له حيودا، وتنتج لنا حلقات مضيئة ومعتمة. والعالم ريلي وضع لنا معيار الهدف منه تحديد ما إذا كان هناك نجم أو نجمين أو أكثر في مثل هذه الصورة. فإذا سقط مركز البقعة، كما تلاحظون هنا لدينا جسمان يفصل بينهما مسافة، إذا سقط مركز البقعة المضيئة لصورة أحد النجمين على الحلقة المعتمة الأولى للنجم الثاني، هنا تكون الصورتان عند حد الفصل أو التمييز، ويمكن أن نميز بين هذين الجسمين، حيث المسافة بين هذين الجسمين تساوي 1.22 مضروبا في الطول الموجي لهذا الضوء الساقط لهذين النجمين مضروبا في L. وهنا L هي ماذا؟ L هنا هي المسافة بين الفتحة المستديرة وماذا؟ والجسمين. L هنا هي المسافة بين الفتحة ماذا؟ المستديرة والجسمين، مقسوما على D، وD هي قطر ماذا؟ وD هي قطر الفتحة المستديرة. لدينا هذا السؤال، عندما يرى الضوء المنبعث من نجم بعيد بواسطة فتحة المنظار الفلكي، فإن الصورة سوف تنتشر بسبب الحيود. هل هذه عبارة صحيحة أم عبارة خاطئة؟ نعم، هذه عبارة ماذا؟ عبارة صحيحة. إذن عندما يرى الضوء المنبعث من نجم بعيد بواسطة فتحة المنظار، الصورة هنا سوف تنتشر وتكون لنا ماذا؟ حلقات مضيئة وحلقات معتمة بسبب الحيود. وعندما يكون لدينا جسمان، فإنه عندما تسقط العتبة المركزية للنجم أو الجسم الآخر على الحلقة المعتمة الأولى، هنا يكون الجسم عند حد الفصل أو حد التمييز. العدسات في المنظار والمجهر والعين تعد ثقبا يسمح للضوء بالمرور، وتسبب له حيود، وتنتج حلقات مضيئة ومعتمة. عبارة ماذا؟ عبارة صحيحة. تسمح هندسة المثلثات المتماثلة بحساب المسافة الفعلية التي تفصل بين جسمين، هذه ماذا؟ لاحظناها من خلال معيار ريلي. هذه عبارة ماذا؟ هذه عبارة صحيحة.
حيث كما قلنا أن المسافة الفاصلة بين جسمين عندما يكونان عند حد التمييز تساوي ما مقداره 1.22 مضروبا في ماذا؟ مضروبا في الطول الموجي لمدة للضوء الساقط مضروبا في المسافة ما بين ماذا؟ المسافة ما بين الفتحة المستديرة إلى الجسمين، الفتحة المستديرة إلى الجسمين مقدارها L مقسوما على ماذا؟ مقسوما على القطر لهذه الفتحة المستديرة. إذن بهذا أعزائي الطلاب وصلنا لنهاية درسنا لهذا اليوم الذي تحدثنا فيه عن حيود الشق الأحادي، تحدثنا عن نمط الحيود الذي يتكون على شاشة نتيجة لحيود الضوء والتداخل البناء والهدام الذي يحدث بين مويجات هيجز، وعن طريق إيجاد ماذا؟ الطول الموجي لهذا الضوء الساقط نتيجة لحيود الشق المفرد. أيضا تحدثنا عن جهاز المطياف وهو جهاز تكون فيه دقة عالية لقياس الطول الموجي بواسطة محزوزات الحيود، والصيغة الرياضية لقياس الطول الموجي لامدا تساوي دي في ساين ثيتا، حيث أن الدي هنا هي المسافة بين ماذا؟ بين الشقوق. تحدثنا عن قوة التمييز للعدسات، وكما قلنا العدسات في المنظار والمجهر والعين تعد ثقب يسمح للضوء بالمرور وتسبب حيود منتجة حلقات مضيئة ومعتمة. تحدثنا عن معيار ريليه ويهدف إلى تحديد ما إذا كان هناك نجم أو نجمين في مثل تلك الصورة التي تحدثنا عنها. تحدثنا عن معادلة ريليه، ويكون الجسم عند حد أو المسافة بين جسمين عند حد الفصل والتمييز بينهما تساوي 1.22 مضروبا في الطول الموجي مضروبا في ماذا؟ بعد هذين الجسمين عن العدسة أو عن الفتحة المستديرة مقسوما على ماذا؟ قطر هذه الفتحة المستديرة. إذن بهذا أعزائي الطلاب وصلنا لنهاية درسنا لهذا اليوم، أتمنى لكم التوفيق والنجاح، نلتقي بإذن الله في دروس قادمة، إلى ذلكم الملتقى، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.